السلام عليكم وأمرك لي وزيرك كسو دواد وزيرك فيلمس فلان هذا كنال كو عصبتاي سبسكرايب نوصر لايك نوصر كنالك نوصي شير قري ادو البو سيدات كنان يوغود فايدستان مركز وعشر كيني قيبتي اللبات برشادة لوقود جرمالك اوكي كلي هدا عشر كواد عدد داوانين لينكيك انتا صور ديك دونا وبلاو كان وكي اللبات تصال اهان دادك استقانين معلوم البقارتو دادك عقوه ريمادو هدارت إن السلام تدعى هذه هاي 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 وده كرتا وحوين ما فهمتين لكن قفارت إن السلام ترتا ويكليهن كوا كوا كوجودو أصحابتي هاي كوا صمروا بعير كيسد لكن قف كان ميل وميل وجوجا وجيجنا أسكوب بتبطي دور جير لكن أصحاب متدين لكن الناس اللي أنت ربع أنت بدل معنات صلاة ميلة جوكتا قف وقفة كشقيقية أما بميلو أتكتا ماشي قفة كشقيقية ودرجة لين سكول على داعي هاي يو هي ما ديك توقف كان قن زائد ومليهت لكن قفك ما أرتاح مرة ربع محل هذا هاي هلو 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 بندين هلو لكن مركا دت يعني دت كاو وين أركتت ميلة حفيسة جوكتت ميلا ما سيدهم كلها أما إيميجريشن أما حفيز أما ميلا تكتاي ضد وقرواتي قد وين يا عرقتي وأسلاد كان شرفي كامبودي ضد يعني أسلاد ويني سينيس مركة عرقتي محال هذا هاي قوتن تاك قوتن تاك مالين وناك سنوي قوتن تاك سلان تاساسا هذا بجواب صندر كاتيجيز هذا تيجيز أربعة جنتور ده تيجيز سوشيال محل ده هاي فونكس أم تمر بقى تيجيز حفيز تكون سال الله سال له سلام ما فهمت ساسي وكل بحدا ده صاحبتها جو تور كيزت هاي هي قف أريد مرة خار وكو بدنا لكن أصحاب كذا هين هلو وكو فلان تهاي قف كمركز ومركة كورس أركيسو هاي وقف كان ملاح حفيزي هين على الجامعة بفصور أم تساس وكل احترام أم تلفزيون على قاعد سومي أنا أنا ترى هذا الجربة جوتن تاك جوتن تاك هدي حلي مرقبية تيسوق على سنة جوتن أبانت جوتن أبانت هدي قفكة وسيسة حنا كلي مركوسيسة حنا وحدي كرا جوتن أخت جوتن أخت أنا هذا سيجي في نيسلو مركز ما فهمتين تاسوة تي سلانت مش عاوزه بحني هدي عرفت تصالحان ما جاء أو كلا إنا شيكتت وحلا هذا هاي إخ هايزا وزيركا إخ هايزا وزيركا وفانتين قف كهدا ربتت إنا ويدست مشو كإمادي لابا قابل سكويديا إنت من جمعكو حسا ما واحد لدهو فورمال إيا إنفورمال يعني قاب توصن إيا قاب اسكا عادية إلين المهم مركو حسؤالي سيد إيقف كوين اسكو قاب وحلو مسؤاله أنا إذا سومان لو حلقها واسكو قاب نحسؤاله لكن ماشان وحاجين وحلقها هاي فورمال إنفورمال إنجليش تواقبه يعني قاب توصن إذبسن هذا القاركيس إذبسن إيه هذا القاركيس وعسك عادية مركا قف وين واحترام كامونا ربطا إن سؤال ويدسد تاكي مادي وحال هذا هاي فو هي كومن زي فو هي كومن زي معنى زي ذا أدو كالوا مركا زي كلا جرتو أو أيضا لكن waxa lagu kala fahmaa qofka marka la hadlaysid inuu ixtiraam iyo sidii uu asiga u dareemo qoraal markay tahayna waa la weeyneena weenan salaa ixtiraama yaani ala qoraa wala fahma qofka marka ina ka wadid qofka soo jeeda la hadlaysid laakiin ku hadalka qofka la hadlaysu fahma ina iska hadlaysid oo qofka ma qanaada ka hadlayn ma fahmin marka voohiya komenzi hadii marka ilmo yara weydiinaysid ma dhays voohiya komenzi isma qabato marka ilmaha yar waxa leedahay voohiya komisdu فو هي كومستو مفهمت ماشي كومين هاد كومست يعني قنصة ماشي زي هاد حنا قنصة دو فو هي كومستو مفهمت جواب أرتاينا والله بحين مركا خوفك حوليا إخ وهذه شيء إخ وانجا إخ كوما أوس سوماليا مفهمت إخ كوما أوس غانا مركا حواي أنجا إخ كوما كيمين أوس فروم ومركا مفهمت كصعودة كتب دلك الشيء هسا مفهمتين كل انت دلك شيء مره قار اسكو داي دلك شيء جيسيت ارتكل انه وت انكل دلك قار ارتكل وت جرتو او مثلا يو اس اي الى دها املينا اخ كوما اوس دين او اس او او اس او اس ا مره مغاي حاجه دلك قار او كابيتال وت جرت مفهمتي لايك بدل دوجلان ماي
koma aus Deutschland ee dhahan wax article lama socdo ma fahanteen markaan dhaw marka ich koma aus Somalia Somalia ist wa ina wa because wa magac ichtana ayda ama ida saw taqani wa ina wa ina because harf mesha ka bilaawna jumlada wa ma fahanteen marka jaad wa bartay laakin hadii xafiis aad tagtid su'aal weydiinayo qaab saxan lagu weydiinayo san ku sheegay oo formalka qofka maalinta kugu horeeyso qofku wuxuu ku dhahaa midalan v hyphen z macna wuxuu isticmaalaa kalimada z wuxuu ku leeyahay v hyphen z kadib ma dhihiisid ich hyphen ma dhihiisid waxaa leedahay si professional my name is wazirk my name ist wazirk marka qaar hata mind wa ilo ano my english da arka marka my name ist wazirk laakin dad u caadi ilma ama dad yar ilma wax weydiinaysa ama qaab caadi qof iska caadi wax weydiinaysa adigu kula mid ah meel wada ku kulantay amarde ma dhihi marka qof soo kala ma dhisid fi haysansi waxa leedahay fi haysdu V is in Z Maya. V heißt du. Maga A. Kaso kudaha mithalan. Ik heise Ali. Ihsa so kala. Lakin qaf. Ihtiram li marka hui dini siit. Qaf. Baur li qaf. Mihana ha. Hal mara kuris. Marka kuris arak. Tu hala day. V heise Z. Hada li zi teki mad mahala day. Vohia komen Z. Qaf kala mahala day. Vohia komis tu. انا فهمنا في عن مركه خف كنا ترى دارتا انت كنا وشاي اريغا فونن واي مركه حال لو فعل كوا فونن كنا لا شاه ام خف مشو دغن هي خف كو حاليده فو يعني هلكي وا دا تلما مينا عشر كودن كسو قادن هلكي وا فو فو فونن زي فو فونن زي وين هلكي كنا وشاي خف كو كولي كرا مركه اخ فونا ان برلين Ich wohne in Frankfurt. Ich wohne in Köln. Marka waxa ma ina ka dhigno tii caadiga ah mid ilmo yar ama qof ugu daa caadi ah weydinaysa marka ziido waa ka dhaafaysa maxaa la daa marka wo wohnst du ta ku nooshahay tii deganta ama mekaan kaad meeshaan ku nooshahay jobs kuma noqonaysa ich wohne in Dresden baatin marka saaso marka saddex su'aal fiiri marna ziyan ka dhiga marna duwan ka dhiga fiirso wie heißen sie wie heißt du woher kommen sie wo wohnen sie iyo wo wohnst du mufanteen saddex su'aalo iskumeed marka qaabka ziid iyo duud loo isticmaalaa saaso ma fahanteen magaca magaca saaso inta ka imaad meesha san ka imaad marka hada waa iskuul soo wada xijina ayaga is wataa ka dhiga fiiri ana isla hadlaa tusaale wiilow ziida isticmaalaa wie heißen sie my name ist wazirk ma fahanteen haduu qofkii mid kale caadi ula hadlo u dhaho qof iska caadi u yahay u dhaho wie heißt du على ich heise wazirka qaab markaysan marka waxa la weydiiyey marka wo hier kommen sie على ich ander way silo in an how way ich komme aus somali hadduu qof sidii kale weydiiyo dhaho wo hier kommst du على ich komme aus somali sameena qana sadax su'aash bisas bedelaysa marka qofku wuxuu leeyahay wo wollen sie halayahay ich wohne in Dresden raadow aqri kartaa darto shee kartaa in Dresden wuxuu kaloo idhi kara waa isku mid laba nooc baad ku sheegaya wo wohnen sie sidoo kale wuxuu idhi kara qofka wo wohnst du jawaab isku sameey suusiin qona si jawaab mar walba ich wohne in Dresden marka qaabka sax loo barta formal informal macnaha formalku waxa waa qaabka saxan oo ziid waxa la isticmaalaa xafiisada meelaha dadka marka ku wareysa arkaysid dadka ka weyn dadka kula daayay dadka ilmaha yarna mar walba duudasa isticmaalaysa hadaarati qofka qofka midalan tusaale ahaan wuxuu ku yiri magaca
وحكيري في هايزن زي أقول ما فهمت في هايزن زي مثلا واحد تري ماي نام است وزيرك وح است وزيرك اسمع است وزيرك وحرت أنا أكو علست هذا سؤال مو يدرس ماي وحلا ده und زي هذا كنا كده ميجي عصف كل شيء هادو كنا تصالحان خف كي عادي كل هذا كلها في هايست تو هادو كلها حلا ده إخ هايز علي إخ هايز علي undu هذا كنا because أصلا دو استعمال ما فهمت مثلا نحن كده هاي وهي كومز دو خف عادي وهي كومز دو وكده خف عادي حلا ده إخ كوما أو سوما علي undu هذا كنا لذا مركز كفيرة خف خف زي كويدي وسؤال خابس كويدي زي زي وعلي undu زي ده خف كدو حكو ويديو دو كويل مركو حرجينا هنا كفائدة استين عشر كنا نقول هذا مرة فضلا عشر كده كفائدة استي تذكروا الله وشيء قال سيد كنا نقول فائدة استن فيديو هذا كاشن لايك نصار هذا مرك قناتكم وعصبت أنا فضلا سبسكرايب نصار ووزيركم إذا كنت تجسدي بتقوليه مع السلامة باي باي.